عقدت اللجنة الزراعية في محافظة صلاح الدين في دائرة الزراعة اجتماعا برئاسة اسماعيل خضير الهلهوب النائب الأول للمحافظ وبحضور فيصل الجبوري رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، حيث تم تدارس عدد من المواضيع التي تخص الواقع الزراعي بالإضافة إلى مناقشة أزمة شحة المياه في نهر دجلة التي يشهدها البلاد بسبب إنشاء تركيا سد أليستو. كما أجريت خلال الاجتماع قرعة لتوزيع طواقم الضخ والتوليد بين الفلاحين المتقدمين عليها ضمن شعب وأقسام زراعة محافظة صلاح الدين. هذا الاجتماع اليوم كان اجتماع دوري للجنة الزراعية المركزية في المحافظة، وكان من أول فقرات الاجتماع هو إجراء قرعة. هذه القرعة تخص يعني طواقم ضخ ومولدات كهربائية في عن طريق التجهيزات الزراعية. تم تقديم مجموعة من الفلاحين حتى يستلموا هذه المواد. العدد كان يعني أكثر من العدد اللي موجود، لذلك كانت القرعة حسب الشعب الزراعية وحسب المتقدمين، وأجريت القرعة بكل شفافية وكل سهولة وأمام وسائل الإعلام. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك كثير من الفقرات سوف تناقشها اللجنة الزراعية ضمن جدول الاجتماع لهذا اليوم، لكن حقيقة كان هناك يعني مشكلة أو بدأت يعني المشكلة هي مشكلة بعد انتعاش الزراعة مرة أخرى بعد دخول التنظيم إلى المحافظة، وتصل اليوم أو من المتوقع أن يصل إنتاج المحافظة إلى 400 ألف طن من الحبوب. نرى أن هناك بوادر أزمة مياه وشحة مياه في نهر دجلة، لذلك اليوم نحن في محافظة صلاح الدين وهي المحافظة الزراعية الأولى تقريبا على مستوى العراق، نرى أنه من الضروري جدا أن تقوم الحكومة بحل مشكلة شحة مياه نهر دجلة مع الحكومة التركية، ونحن واثقون أن هذه المشكلة سوف تحل من قبل الحكومة، لكن يجب أن تكون هناك خطط من الحكومة العراقية القادمة، ويجب أن توفر أموال لبناء سدود وتوفير أو عمل خزانات كبيرة للمياه أو بحيرات اصطناعية يمكن أن تخزن مياه نهر دجلة لمواجهة أي أزمة مائية في المستقبل، وخصوصا في موسم الصيف، لتوفير الحصة المائية وتوفير مياه الشرب لباقي محافظات العراق وليس فقط لمحافظة صلاح الدين. جرى اليوم اجتماع اللجنة الزراعية لمحافظة صلاح الدين في مقر مديرية زراعة محافظة صلاح الدين بحضور الشيخ اسماعيل حلبنا المحافظ الأول رئيس اللجنة الزراعية، والأستاذ فيصل رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة صلاح الدين، لعقد اجتماع اللجنة الزراعية وتوزيع وإجراء القرعة على الفائزين بالقرعة لطواقم الضخ والمولدات. حصة المحافظة لهذه الطواقم الضخ والمولدات هي 60 بثلاثة أنواع. قمنا بتعميمها على الشعب الزراعية، قدموا الفلاحين الراغبين بامتلاكها عن طريق الشعب الزراعية. جرت القرعة بحضور الكوادر الإعلامية وبحضور أعضاء اللجنة الزراعية، وكان القرعة جرت بشفافية عالية للفائزين بهذه القرعة. هذه القرعة هي دعم للفلاح ودعم لعموم الفلاحين في محافظة صلاح الدين من قبل وزارة الزراعة، وهي أسعار مدعومة بالآجل لمدة 5 سنوات وبأنواع مولدة 25 كي في، مولدات إنجليزية بيركنز، وأيضا كذلك مولدات هذه الطواقم 40 كي في. حضرنا اليوم القرعة حول توزيع المولدات والمضخات الزراعية من وزارة الزراعة للفلاح بأسعار مدعومة، وحضر القرعة السيد اسماعيل خضير الهلوب النائب الأول لمحافظة صلاح الدين رئيس اللجنة الزراعية بالمحافظة، وحضرت السيد فيصل الجبوري رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، وحضر كل من السيد
مدير زراعة تكريت والسيد مدير تجهيزات صلاح الدين والسيد كريم الكردي رئيس اتحاد جمعيات الفلاحية وعددا من الحضور من الموظفين والإعلاميين حول توزيع القرعة، وكانت توزيع وقرعة شفافة.